فلنزل أحد الحفاظ في قرية فاستضافه إمام القرية، حافظ عالم جمع في صدره كم هائل من أحاديث النبي المصطفى، وصل إلى درجة الحافظ. فنزل إلى قرية فاستضافه إمام القرية، ثم قال إمام القرية لهذا العالم: عندي إشكالات في حاجات كده، عندي مش فاهمها كويس. قال له فين؟ قال في سورة الفاتحة. الإمام وعنده إشكالات في الفاتحة. قال: وما هي؟ قال: إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ ما كانش أيامهم بيحطوا نقط على الحروف، مش كده؟ موضوع النقاط على الحروف دي كانت في عصر الحجاج، مش كده ولا إيه؟ ودي خدمة جليلة قدمها الحجاج للقرآن أو غيره، يقول لك مش الحجاج ده أبو الأسود، يعني المهم الحروف اتحطت عليها نقاط في عصر مين؟ الحجاج. هو بقى غيره مش قضيتنا. فمكتوبة كده: نستعين، مفيش عليها حروف خالص، ولعل كده أول سنة فيها بتاعت النون فيها تصحيف ولا حاجة مش باينة قوي. فتمشي ازاي وده إمام القرية؟ قال له: إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ قال: وبماذا تقرأ أنت؟ قال: أأخذ بالأحوط فأقول وإياك 90. الرقم الكبير يعني، فعلم من ده ازاي؟ فعلم منه ازاي؟ لازم تسمع من شيخ، لا سيما القرآن. تحفظ لوحدك من المصحف وتغلط. الله، عندك في صدر البقرة ألف لام ميم مكتوبة إيه؟ ألم. مكتوبة ألم، بتقطعها ليه؟ وبتنطق هناك باسم الحرف دون مسماه ليه؟ ألف، بقولش ألم، تنطق باسم الحرف مش بمسماه. في أول الفيل ألم برضو مكتوبة كده. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شبكتها هنا ليه وقطعتها هناك ليه؟ هناك قرأت باسم الحرف ليه؟ ألف ولام وميم، وهنا نطقت بمسمى الحرف ليه؟ لو أنت بتحفظ لوحدك كده هتقرأ دي ألم ودي ألم. لازم تسمع من شيخ يعلمك، مش كده؟ برضو ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين قال: صلى رجل بالناس فقرأ: إلهكم التكاثر. إلهكم التكاثر، فتقرأها إيه؟ ألهاك، هي مشبوكة كلها. ما خدش باله بقى من علامة الواحد الصغير دي، أو ما سمعش، ما حدش حفظه فقراها غلط. آخر قرأ: قيل يا نوح اهبط بسلم. طالما اهبط هينزل، يبقى ينزل بسلم بقى. هي مكتوبة بسلم بس في بعد اللام ايه؟ واحد صغير يبقى ايه؟ بسلام، ما يعرف. انا شاهدت واحدا من هؤلاء، قال: انت يعني اقرأ، راح ماسك المصحف وقرأ. قرأ ايه؟ حميم، اراه ايه؟ حم. قلت له: حم حمو يا رجالة، حم يا عم، حم يا حمو، ربنا يعلمنا. يبقى لازم يا أخانا الفاضل، لابد إذا أردت أن تحصل العلم أن تسمع وتقرأ، وترجع فيما تقرأ إلى شيخ تسأله. أنا بقرأ، ما تمسك كتبي كده في البيت تقول ده طالب في اعداديه ده ولا ايه؟ مخطط وكاتب على الهوامش وبقلم رصاص ومعلم هنا عشان دي اخدها محتاجه ودي لا شيء، تلاقي الكتاب بتاعي متشرح.
طريقة تعلمتها، عايز تشتغل بيها اشتغل، احسن منها عشان تحافظ على الكتاب. يبقى معايا ورق خارجي، اجندة ولا حاجة، عشان ورق هيضيع، اجندة، ها، كشكول، قرأت فصل في الكتاب كذا، الخص، اكتب الفوائد، زي نظام المذاكرة بتاعتنا واحنا في ثانوية. هو ده، قيد العلم بالكتابة. والله العظيم إن لم تكتب سيضيع منك ما تسمع، لا أنت البخاري ولا مسلم، أنت ذاكرتك هوامشها مشغولة، لازم تكتب. قيد العلم بالكتابة. فائدة الاستماع من الشيخ إيه؟ أولا يقصر لك العمر، ثانيا يسدد لك الفهم، ثالثا تأخذ منه السمت، رابعا تتعلم منه الأدب والخلق. يقصر لك العمر في الطلب، سعادتك عمال تقرأ لوحدك خط عشواء، تقول لي حفظت كتاب كذا، اقول لك يا سلام، ده كل اللي فيه موضوع، يعني انت جمعت اباطيل، كم سنة ضيعتهم من عمرك بقى، وقرأت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الله، العالم هيقصر لك العمر في الطلب. أرى هو 50 كتاب هيقول لك المسألة دي قال فيها فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وأدلة الهدم كذا وأدلة البناء كذا، ويجيبها لك ككوب عصير سهل الهضم. إذا فايدة الاستماع إلى العلماء، يقصرون لك العلم، اثنين يسددون لك الفهم. ممكن تقرأ وتفهم غلط، صح؟ هو معظم الكوارث اللي حدثت في الماضي سببها ايه؟ الجهل. الجهل. لقد انا قرأت في فتاوى ابن تيمية كذا، قل له ابن تيمية بريء منك، بيقرأوا ما بيفهموش، ما بيفهموش. لو رجع الى عالم او الى شيخ سيسدد له الفهم. يعني مرة واحد كنا بنقول ان ليس من اسماء النبي طه ولا ياسين، فقال واحد لا ده اسم طه، والدليل هو في تفسير الصابوني. قال الصابوني وقد قيل ان من اسمائه طه وياسين. هو فهم يعني ايه قيل؟ قيل صيغة تمريض، يعني هذا الكلام لا يعول عليه بالمرة. يجيب لك قصة مكذوبة يقول لك الطبري قالها. يا عم الحاج الطبري كان بيجمع وبينسب اللي نقله إلى مصدره، والعلماء غربلوا هذه الأشياء ولا عتبة عليه. يقول لك قصة من الإسرائيلية، ده ابن كثير قالها. ما تقرأ تعليق ابن كثير عليها إيه بعد ما قالها، ده بيقولها لك عشان يحذرك. فأنت لما تطلب العلم من شيخ سيقصر لك العمر في الطلب ويسدد لك الفهم. يا شيخ أنا طالب علم مبتدئ، أبدأ بإيه في الفقه؟ مش من دماغك تجيب لي المغني لابن قدامة يعقدك، أو المحلل ابن حزم، تتعلم بقى جسارة ابن حزم وردوده القوية على الأئمة، تقوم تسوء يسوء أدبك مع الأئمة. وليس ابن حزم بسيء الأدب، إنما شديد، كل حاجة فيها تدرج. يبقى أرجع لعالم، أبدأ بإيه في التفسير، بإيه في الفقه، بإيه في الحديث، بإيه في أصول الفقه، بإيه في كذا وكذا وكذا. إذا طلبت العلم على يد عالم سيقصر لك العمر في الطلب ويسدد لك الفهم وتتعلم منه الأدب. صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يقول ابن منصور، شو بقى الأدب اللي تلمست البخاري تعلموه منه لما صحبوه. يقول ابن منصور كنت معه في المسجد في حلقة الدرس، فأخرج رجل قذاة من لحيته فألقاها على الأرض. قذاة يعني قشة، قشة.
فنظر البخاري إليه وإلى الناس، فلما لم يتحرك أحد غافلنا والتقط القذاة ووضعها في قمه، وبعد الدرس ألقاها خارج المسجد. كده أنت تتعلم من البخاري آداب المساجد، ما عملش خطبة عن الأدب، عمليا اتعلمنا منه. العالم لازم يكون على خلق، لازم. اسمع، أبو معشر الأعمى والإمام البخاري، كان أبو معشر من أهل مجلس البخاري وكان راجل أعمى، فقال البخاري يوما: يا أبا معشر سامحني واجعلني في حل. فقال الرجل: من ماذا يا إمام؟ قال: حدثت في يوم من الأيام بحديث فأعجبك، ورأيتك تهز يدك ورأسك مسرورا فضحكت. اعتقد البخاري أنه وقع في غيبة. بقول حديث، الرجل قاعد قدامي أعمى، قاعد يعمل كده ويا سلام ويمصمص بشفايفه، البخاري ضحك والرجل ما شافوش لما ضحك لأنه أعمى. البخاري العالم اللي على خلق اعتبر هذه غيبة، قال: سامحني يا أبا معشر. قال: غفر الله لك يا أبا عبد الله. تلمذته يتعلمه الأخلاق منه بدون ما يعمل خطبة عن الغيبة وآثار الغيبة وأسباب الغيبة. لا لا لا، عمليا كده. يبقى التعلم من العالم الأدب والسمت والخلق. الإمام البخاري برضو والكلام في السير، سير أعلام النبلاء، وقف مرة يصلي، وبعد الصلاة قال لأحد تلاميذه: انظر ماذا تحت قميصي. فنظر فقال الرجل: فلما رفعت القميص إذا أنا بزنبور، يعني بتسمونه دبور، لدغه في 17 موضعا. دبور دخله لدع بطن صدره 17 لدعة كلها قد تورم. فقلت: يا إمام، لم لم تقطع الصلاة عندما لدغك في أول مرة؟ قال: كنت أقرأ آية وكرهت أن أقطعها. صليت على رسول الله. نتعلم من العالم كده الأدب الخلق، ونحرص عليه، ونصبر على جفائه لو كان فيه جفاء. يبقى عليك أن تختار الشيخ، اخترناه، هنتعلم من فلان وفلان وفلان، ايه الادب معاه؟ اولا عليك ان تتادب معه، وان تعرف ان ادبك معه انما هو نابع من ادبك للقران وللسنه. الائمه كلهم كانوا مؤدبين مع مشايخهم. موسى بن يسار، والكلام في كتاب الفقه الفقيه والمتفقه، قال: كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد، 3 أئمة. فسأل رجل مكحول عن مسألة، فقال مكحول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة. مع ان ده امام وده امام، بس ده اعلم واسن. قال: انا جاوب والشيخ موجود. سألوا سيدنا وشيخنا رجاء بن حيوة. القاضي احمد بن ابراهيم بن حماد المالكي، مع كونه كبير القضاة ومالكي المذهب، الا انه كان يذهب احيانا الى درس الامام ابي جعفر الطحاوي ويسمع منه. جاء رجل وألقى على الطحاوي سؤال والقاضي عنده، فقال الطحاوي:
مذهب القاضي أيده الله في هذه المسألة كذا وكذا، أفتاه على مذهب القاضي لأنه أعلم موجود. فقال الرجل: أنا ما سألت القاضي، أريد الفتوى منك. فكرر نفس الجواب، ما يصحش. فقال القاضي المالكي: أفته أيدك أيده الله برأيك، أفته أيده الله برأيك. فقال الطحاوي: إذن حيث أذن القاضي أيده الله أفتيك ثم أفتاه. تسميه إيه؟ أدب. أدب آخر. عبيد الله بن عمر قال: كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيشح علينا مثل اللؤلؤ، كلامه كأنه لؤلؤ كأنه جوهر، ويشير عبيد الله بيده على الأخرى، يشح علينا مثل اللؤلؤ، ويعمل كده. قال: فإذا طلع ربيعة، لو هو أستاذ الإمام مالك وأستاذ أبي حنيفة، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إجلالا لربيعة وإعظاما له. هكذا كانوا. قيل لأبي وائل: أيكما أكبر، أنت أم الربيع ابن خثيم؟ قال: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. الأدب. من الأدب مع العلماء نمرة واحد التواضع. تواضع لشيخك. سعادتك لما تيجي هنا انسى انك دكتور او استاذ جامعة او مهندس كبير او محامي خطير او مسؤول، ما حصلتش، انت هنا تلميذ، انت هنا طالب علم. منصب فخامتك اركنه مع الجزمة برا. انه في ناس بيخشوا هنا بمناصبه، تعال بتكلم انا دكتور في الجامعة. ايه دكتور في الجامعة؟ في تخصصك. انا لو رحت لك هقعد بين يديك تلميذ. انت طبيب، انا تلميذك في الطب، وانت تلميذي في علم الشرع. تواضع، تواضع لشيخك. صلوا على رسول الله. واسمع إلى هذا الموقف العظيم، هو في سير أعلام النبلاء للذهبي. جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل، فبينهما على ذلك إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم على الشافعي ويمشي من ورائه ويحيى جالس. فلما عاد أحمد قال يحيى: يا أبا عبد الله، كم هذا؟ دع عنك هذا. فقال أحمد المتواضع: إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. نسن الشافعي. وأعظم طالب علم متواضع عندنا في القرآن سيدنا موسى، ذهب إلى الخضر وقال له: إيه؟ هل أتبعك؟ تسمح لك أخدامك التابع بتاعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ أتبعك. نسينا ياشينه أن ربنا بقى صنعه على عينه صنعة خاصة، وألقيت عليك محبة مني وكلمه الله. إيه؟ نسينا ياشينه وقال له: تسمح لي أبقى خدامك على أن تعلمني؟ تواضع. لابد أن تتواضع لشيخك. لما قدم العز ابن عبد السلام إلى الديار المصرية، بالغ الشيخ زكي الدين المنذري، المنذري صاحب الترغيب والترهيب، كان إمام مصر، إمام مصر. لما جاء العز ابن عبد السلام من الشام إلى مصر، امتنع المنذري عن الإفتاء وقال: كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه. بالتواضع. لابد لك أن تتواضع أخي الكريم مع شيخك،
الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل لما قال لأبيه كيف كان الشافعي، قال كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. الشافعي كان بيزور أحمد وأحمد يزور الشافعي، فقالوا للشافعي أزور أحمد ويزورك أنت أعلم يعني، فقال الشافعي قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. التواضع ده لما يزورني بقى اتفضل علي، ولما نزوره ويسمح لروح له يبقى برضه الفضل له علي. ده تسميه ايه؟ تواضع من الامام الشافعي رحمه الله مع تلميذه، ده احمد كان تلميذه، مع تلميذه احمد بن حنبل. اخي الكريم، التأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين في الحقيقة تأدب مع الله وتعظيم لشعائر الله. وربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. توقير حملة القرآن، حملة السنة، حملة العلم، توقير حملة الشرع، توقير للشريعة، وتوقير للمشرع. فما لكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ والنبي قال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أخي، بلغ من تعظيم أمر العلماء إن من العلماء من جعل هذا موجود في كتب العقيدة، الأدب مع العلماء نص عليه العلماء في كتب العقيدة، يعني مع المسائل الكبيرة. ها هو الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة يقول وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. تخيل الأدب مع العلماء ينص عليه في كتب العقيدة، في عقيدة الطحاوي العلماء قالوا الأدب مع العلماء أوجب من الأدب مع الوالدين، حتى قال شاعرهم أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف، فهذا مرب الروح والروح جوهر، وذاك مرب الجسم والجسم كالصدف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عليك أولا أن تتواضع مع شيخك وتداريه وتصبر على جفوته. إليك نماذج تكتب بماء الذهب في شأن تواضع طلبة العلم الأكابر مع العلماء. اعلم أولا إن المتكبر مش هيتعلم، العلم يضيع بين الحياء والكبر، العلم يضيع بين الحياء والكبر. وكان ابن عباس يقول ذللت طالبا وعززت مطلوبا، يعني طلب العلم عايز ذل، ذل. ذللت طالبا وعززت مطلوبا. وكانوا يقولون تواضع الطالب لشيخه رفعة، وذله لعالمه عزة، وخضوعه له فخر. هو انت بتخضع له في الحقيقة؟ انت بتخضع لمين؟ لعز القرآن، لعز السنة، لعز العلم. ولا تنسى ان من علمك حرفا فعلا
أثرك بمعروفه. موسى عليه السلام كان معه في الرحلة كما قال عشرات العلماء يوشع بن نون، ويوشع حر حر، ومع ذلك يقول لك وإذ قال موسى لعبده، مش النبي قال لا تقولوا عبدي وأمتي ولكن قولوا فتاي وفتاتي، كأنه لما علمه كأنه استعبده. وإذ قال موسى لفتاة، فالعالم له عليك معروف لا يقدر بثمن. قال عبد الله بن المعتز المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض من الأرض أكثر البقاع ماء. ثم أنشد يقول تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا. وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. صلوا على رسول الله. الشافعي عوتب مرة في ذله للعلماء فأنشد يقول أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولم تكرم النفس التي لا تهينها. ده أنا لما بزل نفسي العالم عشان أطلب منه أقول له بعد إذن حضرتك وفضلت الشيخ أيدك الله بعلمه وأقعد كده، ده ذل للعلم، ذل للعلم. وهذا في حقيقته إكرام لك وإكرام للعلماء، وإليك نماذج من تواضع طلبة العلم للعلماء. مالك بن أنس، والكلام في كتاب الحث على طلب العلم للعسكري، مالك بن أنس وجه إليه هارون الرشيد يسأله أن يأتيه إلى قصره ليحدثه، فكتب من مالك بن أنس إلى هارون الرشيد أمير المؤمنين بلغتني رسالتك يا أمير، واعلم أن العلم يؤتى له ولا يؤتى به، العلم يؤتى له